نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. فدغن عنوان كيس وحوي تعليم الجاهل وتنبيه الغافل. وحد وصعدا حضرة ذي هبين كدويد أنقلي أهيد توقير العلماء بين الاستغلال والابتذال. عنوان كلمة وحوي روح الجاهل كان يوحل بره أو حبرته كان ليس كوتو الغافل كا وحبا أن كور هاينين إلا برارو دادكو مركي حقو سوق قارو صدح قيبوض بيو قيب سمان قيب وحل إلى ذا جاهل أما جاهل يقول بسيط هالنقض أما مركب هالنقض يعني الروح وحي بقى عن قرن اي نبا بسيط بو نقضايو سيحان تيسا وحوة كما أبا ذات الى هذا نبي انك كهر يوها نبي انك كحيقو كهر صلى الله عليه وسلم وكي الى هذا ما قرن اي وجاهل بسيطة ذات الى هذا ما قرن ليس أو سؤال دو سؤال شهاد ويديسو وكل جوابه نبي موسو أهانا وجاهل لكن وجاهل مركبة سلحني يوها يستام سلدة مركا بيتكو دوني هن نقدة روح جاهل كا وأك كوبادو إن وحلا بره شو بهذا اللي جزوليه ويهي كو خلضمي لو توسيو وباهي مركان الله استعمال الرفق يترتيب اسلوب في عن موعظة حسنة إن الله استعمال كلمة والروح غافل والناسعة حب موجبة لحظة كان عليا بار موجبة سمارة دولا هو كمور هايبا والسكوتا كايسا روح وباهي إلا براريشيو ومحوعة هاي هردد الله كذي وكاين تبدا وعدك يا وعيد كي زواجر تشرع عضو اي الله الله يسوى قيبت الصدحات وحل الى هذا مكابر معانده وقرن يا حقي ونا فهنزيه لكن اسلوينا يدي دعا يدي دقا يا حوا سوق مركا دانو لي كنوع سوق سوق قرن يا مكابر كمعاند كا كاسي وحوي لا حيلة إلى هدايته كاسي وحوي لك ما قبن كرا إلهي وحنونين كرا لكن كاسي تشيد لو مرمله هذا الكيان المركة إيو وانا كستي وعدي كستا انت بضان وحي قوة جهنتا هاي لبضا قرية هوري من وحبا قرنين وحلا برايو يميد موك وحبا كورهينين اللي اسكوتو وهو قانك ونلقى شدي هو يسجن إلى براروشي. كلمة ذي وحي مركز دوس عطاء هذا الذي أمره وشهدني. وذات كي أي نوني ملك اللعب وسمي كلمة يرى وشهي يخلدات بدن كو قلي جوابتي وصوت جوابي أيام وحي ردون يعني استولتا قيبة كمية أنت هذا بدل المحاضرة ذو حلقان ذو أنت براري كنا كلا المسائل كلا نكال دونا إن شاء الله تعالى وذات كوه حدودك كاني وذات كسموه حدودك كاني حديث كلا يجري وبين أبورد وحير بين أبورد ما كتاب هي البكوية له كوان سدول تاجي دونا وحن سدول تاجي دونا انتو هذا الكهي حديث بين ابو رضا اللي قال لي
هذا الكي دمنا كوكا وكوسي داري هذو ميا دارت أو ربوبة وليه أحمق قوات هذو ميت كانوا بسيد دردريب هيدا نو دول استاقي دون ميت سدحان نو كودري دونايو إساقنا كبا دارو ديب للا سدح ذا سيدن كأحاديثنا كتابن دون كدن ما كلمات كي كالي بينو قد بدونا حديثكو وتلمامي أولي هاي بين أبورد معها وحديثك من لم يحزن بموت العلماء فهو منافق روحان قيردا نك عالم كأسببتي سأمركن ومنافق وحوي لي حديثك وحا الشيغي من سيوطي كتاب لي لهذا اللباب الحديث والسيوط ليه أي حديثك كو الشيغي مؤلف كنا مركو كتابك سألفه مقدمة وحو كو الشيغي إنه حديث كان كتاب كان كل من دونه أحاديث إيو آثار سنة كيدو الصحيحية أو لغو كالسوني مركز سيوطي باشيغي كتاب كان مركو بالله بينا وحو أحاديث لهوان ميشكو كيري دونه أو صحيح ساس دراتي الحديث هو صحيح سيوطي بانا نوشي شيخ كلاو ميس شاكينا وسوق قوري يقول طيب انت هذا واحد استول تاعو وحاربوا حقيقه انه سن حديث كحبا كاقول كتاب كالباب الحديث للسيوطي وكتاب احاديث سند كود الله وذا شرا وغوي امامكو ايوكو اوروري افرتم باب كوي باب كستنا طبعا حديث بوكو شيء سيدا سو أفرطن أفر بقولو حديث يو كتابك ككلمي كتابك سوى كتاب مليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة وحاكتفك وأفك كتشوبة أحاديث بين أبوردة وموضوعة إياك وضعيف سيدا سو نعبدين كتاب مركاتيك هذا نوايد سينا بابك أهر ري كتابك وبابك اللي يدهده فضيلة العلم والعلماء طبعا حديث بو كشيغي بابكاس طبعا كحديث بو كشيغي هل حديث با كسوغا سقالك كالي وضعيف يا موضوع هل كحديث كسوغا وحديث كفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعلم ذا قارنا إلى وحسن لغيري قارنا إلى وصحيح هل كحديث با كتشير بابك إساقا وحديث وصغن سقالك كلاوة ضعيف يا موضوع سوميد ما بابك او حديث كان كوكيني مران كوكتاقيه إساقا نوحل إلى دا باب فضل ذكر الموت بكو مقعان باب فضل ذكر الموت طبعا حديث بكو سأروري طبعا كحديث صد حديث باك سغن تضبطك كلاوة ضعيف يا موضوع حديث كان عندول تاغلنا يباكم إذا مرم كتاغي أبوابتك كلاوة صدن يسديد دبابي كلاوة كتاب كن وابضانو عاصمينا وحي ردو فندق حديث كوحي يركا أقول له وقود دور مري لها أباه بأي أخريب وذاتك يعني تضبات تميدي وحي ردو دور مري لها وقرن لها كتاب كان يوسن كتاب حديث وصغان أهين طيب سيوطي بأوحو يلي هل كتاب وكتب تحديث كم يلي سيوطي بأوحو يمان دونا أحاديث دو كتب بيلا ده سنة كيدا لغوش يقول قولو آدو وصحاحة يصننك مسانيدا معاجمت أجزادا مستدركاتك كتب بيلا ده حديث هل كاسا لغه الامر سند كي سنه وين لغه له حديث كان ميشا لغو هياي كتبتا احاديث تي مسندده هل حديث هل كتابه كم اذا كم يعني هل كاوحي لغه واي وحو بدي هاي انو بين ابو رضيه مركان سي بار بارون سي دبا غلي
كتابكو حديثكو وحو كويمد كتاب كمي ذا كتبت تاريخ ذا قول إلى هذا الفند في ذكر علماء السمرقند وحألف إن إلى هذا نجم الدين الحنفي ولما شدي سو أهيد شنب قل صدن يتضبدي هجرها قرنك اللحاد شناد بولولا نكاسا كتاب ألفي وحكا ألفي مقالة السمرقند الليلة علماء ذي تميد إيا تاريخ دو دي تراجم تو دي بكالف نين كم إذا علماء أول إلى أبو محمد عثمان بن محمد النسفي أيو كوكياني حديث كان إلو وريي نيو المركو ترجمة دي الشيغو حديث أحاديث دو وريي كم إذا أبو ماشا كوكيانا حديث كان هذا اللي سكوه يسمى لم يحزن بموت العالم هل كاسو كوكيانا لكن سند بو أسمي سند كمركة دراسيس ومسلسل بالمجاهيل والضعفاء وانا منقطع بل معضل أسقو أولاً داد أن لقرنين وأن لأقولن وأن حديث كاللغو أقولن أيا إسدبيال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وحلا يقانو ما أو زاحب أو كورنا يا حسان كورنا يا حسان بن ثابت أو زاحي حسان بن ثابت أنت أو دحيس ضدك حديث كوي قال ساس تردد حديث كاسي وحديث موضوعه علمي حديث كنيك يقانا لو قرن كرا نيكان علمي حديث كأقانينا دي الله أولنا حرست هنا ودن بلاف لكن ما هبابو سقرر إنه قالوا سيود بايلي وصحيح سيود يمو الإمام السيوطي عليه رحمة الله وحو أها علماء دي كتب بدن قرطيب وكم ده قرنقي سقالات نوان نولا وحونا كم ده أرددي الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله وحو عنكو أها رقعوا ترجمينا أي كشيغان كتبتي سروحي يقول نقضنا السعاد وقهلي الإمام السيوطي وحو عنكو أها كان جماعا ولم يكن ناقدا وحو أها نين كتبت ألفو لماذا هذا القوض سكينا ولبا تأليف كي سنة ودقدقية فني أوسى وحكا ألف ويريه لكن ما كم يعني وكما بضنين كتبتي سا إنو نقديوك لصارو صحيحة إيا ضعيف وحا السكن إيا وحا السكنين وإسكو نحد رجل ساسو عانكو يه كتبتي سولو نمر قاتبي قطع وحاس لو أطوق آذن كرتها الجامع الصغير وزياداته وهو ألفي سيدنا وكالنا السنة وكاقوي تقريبا كل حديث كبضنا موضوعا كجرا مركا إمام السيوطي با صحيحي إمام السيوطي كاءها أودي صحيح انتهي لنهي هدوه كتابك مقدمة ديسا كشيغا إنو صحيح كريه كشيغا يما لازم جري الإمام السخاوي عليه رحمة الله أضوط بضل الأحمر توحو ليه مقدماتك كتبتي سوحو كشيغ جري وحو سالوفينين مركا إمام دادا ليبوها إلي ببادن قري فنون بضو حكا قري لكن حلو مدو وكال دويه ننوى الناقيد وحكا لشان ليه ننوى وحو أركوك عندي سقاعد وكتابك كقرى هذا سيودي مركة تقانو سيودي با صحيحي ماذا لهذين واسكه بالله وركاسي مركة ورصة حسن مع حديثك لا زال موضوعا وبين أبورة نبي قال لكم بين أبورة صلى الله عليه وسلم وحسو قال لما قضب كاسي آني تاكا قبحنا حديث لباد بوقبه ذاني وهذا القيود ما يساقنا صوق لك حديث كاسي بحوية وحو يري وهذا هذا الكذب كويل رسول كويل صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله بدعوينك هذي ظاهران نك عالم كنا آموسه لعنة ذكر كيسها هات نبي قال يقول حجيب كويل مشي أسقنا بهذا اللفظ وحديث موضوعه
ونبي لغو بين أبورتي صلى الله عليه وسلم حديثك هذا كتب حديثك كرادي هل كتب حديثك كم إذا قرأ مجره لكن وحوكويا لا كتاب لإله هذا كو أركي لإله هذا عدة المريد الصادق وأن سند نكمون الشيء مقدمة كل شيء لإله هذا هو كتاب إسكال الشهاب الدين البرنسي وسيدات بقول يسقاشن يسقال كياه سيود بيسك وقتياه مقدمة كتاب كيسو كل شيء وهو يري حديث كان إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله بكل شيء لكن ما الغمتير كتب حديث كان اللقوة لفظي إساق أمرك وابين أبورت نبي قال لقو بين أبورت صلى الله عليه وسلم ما ماشي أسو كسو قوري مسودات كيساق كيب كيساق كيسا كسبي معقا لكن حديث ما واحد شراء أحاديث لفظي كدوان لفظي كدوان والنبي هو تيري صلى الله عليه وسلم وكتب حديث كقار كم يدو كسو أرورت لكن يدون كل يدو ضعيف مثلا واحد كم يدو أبو بكر بن خلال معاذ وحكورنا إذا ظهرت البدع وصب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه إلى آخر الحديث وضعيف ما الصقنا الإمام الداني في الفتن الواردة من حديث جابر سونا وحكوك يعني إذا ظهرت البدع وشتم أصحابي فمن كان عنده علم فليظهره أسقنا وحديث ضعيف هو ديلمي سقنا مسند يسوي حقوق عن معاذ إذا ظهرت البدع في أمتي وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه إسقنا ومنكر وهكذا ابن عساكر إسقنا وحقوق من نعاس وكل سند كيسو ضعيف ابن زرقويه في جزء من حديثه وحوكه كان يسجن لفظي كاكله ويسجن ذهبي أوليه ومنكر الفاداسي كتبته كتالاي يضا وضا ضعيف ومنكرات حدنا اللفظي قوذاتك وشيغي ماهي الفاتك لكو إيمانيسا وإذا ظهرت البدع وشتم أصحابي فعلى العالمي إيه ماها اللفظي إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله اللفظي قاسان ربنا نبي قال له تيري صلى الله عليه وسلم إن لهلو هذا ما يساقون وابين أبورت يساقون الدردورة دي بالله قشب ذات خلاصة وحوي حديث كاسي كتبت موسنات كاكو مجره يساقون وموضوع كي إمو لبدا سماءها بين أبورت كي وذاتك انتا كمئك هذا يوتيوب كاما هذا الذي سقشانه علمي حديث كان هذا وحكا قرن لسان بقلال بين أبو رضا لك سهلي نهاية ومالي رماد بمالي ميت كلان إذن كدري يوتيوب كو حكو جرى وذات كسوك حلي وما منا إلا له مقام معلوم بشرحي مناسبت بك حلي والمالي وحليه نبي صلى الله عليه وسلم هبين كي لرلمي ومعراجك تضبط الصوكر كوضا لك ملك الجيري بلا سعود مركا لقالي عند سدرة المنتهى ماشا عين خلائق ذو لا فكرين هلكا مركا لتشو أيا ملك الجبريل بهلكا كاكا حريب مركزو حكويل ها هنا أيفارق الحبيب حبيبه في مثل هذا لبا إسجعل هلكا ميكوكا الحران جبريل هل كان دافي واه نبي صلى الله عليه وسلم هل كان مركو جوغ وخا لو كيناي بوري رفرف رفرف كو سيدا يعني اما بركيمها او كلي اما وخا يعني غان لا سارو سريرته او نقشده له ايا رفرف ليدا رفرف با لو كيناي نبي صلى الله عليه وسلم رفرف كاس وخا سارنا بوي سوره دي عبد القادر الجيلاني با سارن بوي عبد القادر الجيلاني سورة دي سيبا رفرف كسارا عبد القادر الجيلاني بأمرك النبي محمد حقول نقضي بولي مركب مركب كي أفولي لها عبد القادر الجيلاني أو مركبه النبي قساري يا سدرة المنتهى الله يسلط عفاي بولي مركزها الله اللوت تقي بولي
ماشى ملك الجبريل دافي واهي صورة ديش عبد القادر الجيلاني والنبي قال الصحوطان رافطي وركاسي يوتيوب كانت كهلي سابين أبو رضماه وإيهان وقتها والله يقشي قويح اللي ليه يجري بحال كان أبا فضيحي يبي إله أمرك مركة وافتراء افتراء على الله وافتراء على رسوله وافتراء على ملك الجبريل واحد وحمد رافي إلهي بقوم بين أبورتي ملك الجبريل بقوم بين أبورتي نبي محمد وقوم بين أبورتي صلوات ربي وسلام عليه وحن شيرين الدين تواك شيء أنا ما هم حيت المامية وحيت الماميان وحن الروادات كني وحمي قاني دين تعلق قبض وهذه حقائق حديث ما يقانو قرآن كتفتير كسوا كتما وتشبن دن كمالها وقيلي هيا ميد مرك الله قبط ميد كلو سيدر در هيا ما بها كان يبا انتا كبادن هادا دبقى شانا ضلوة العلم قاد دبقى لي دونه وحبادن وافيلة يا يعني سو ساري دونه بإذن الله تبارك وتعالى لكن انا انتا انكا قاب صدو طيب مسألة دلوات وذات كوح يري انت انا كجدبن نينكا الله كو بين ابورت اما رسول كيسا كو بين ابورت اما وحل اوغي هي انو بين يحي الهي رسول كيسا كشيك اما نبي قبل دوش صلى الله عليه وسلم كو شيغاي عقوبتي سمحيتا نبي نوح صلى الله عليه وسلم من كذب عني ما كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من مقعده من النار روحي او بين ابورت أسوق أكو حني إنه بيني نار تمشي وكجري لها وديار جروب النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا هو بنا أيضا لفت هذا ويقبصا وحديث كيف في صحيح مسلم مقدمة ذا وكل شيء مسلم عليه رحمة الله وحها من حديث سمرة بن جندب أما جندب النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين لبدر رواية ذوي مادين يعني الروحي حديث إيش الشيعة حديث كاسو لأجي هاي إنه بين هاي لبدر بين تشيعة أما كوا بين تشيعة ميت كم ذوي ميت كحديث كده شيء يسقوا إسكوميت النبي كتوس أجو بين أبورت صلوات ربي وسلام عليه يسقوا حبيس مدامه وركني ورتشي لما حديثنا كما سقنا نبي كنا كما سقنا وانا كو اندا اديغي يا اديغي يميت كحديث كدجيه نبي كو بين ابورت اسكوميت با نوقنيسا سداس يا حديث نبي كو تلمام يا صلى الله عليه واله وسلم وانا ارن هل استيد لو انت هتان كغه سو غدبو قودبكا اسغا او يا حديثتو كو سابسن ولادكا مركان ري مخو اهاي دردردن فرها بدن ايو ددكن كو خلافسن دغالكن جوجتيد مناسبات بلا دغالميس اي هذا وحبه ريبين عايش وكدا وحو كو جوابي ودادكو هلكاسو ورن كا شيغي من الدين هي ورنتا البدع وان لا دغالمي وان ودي دين مايو مناسبات كستا كو دبا غلي تانا بحر روينا كلمة يركي لها بحر روينا ودادو هذين اللي دقالك ود هذادون تحيطا هذادون تدقالا وعدون تصميح لكن حقو لي لها هذه انت كلامت كي تكود كود بقبنا يا أفهيان كوتاح وحذي لي لها صدح شيء وعقلك كينا يو دقالك إنكو درا إن هذه حكمة دكالو أنتو عقلي وإن هذا بحثت صومه علمي قه دكالو ما وإن هذا عقلي وبحثت صدق شيء عقلي وقدرة تكوباد وياه هذا ذات كان نبات قريم ويدان إذن كان ولا يدين ردين شيخ يدين أنا ولا ردين سيدا ذات كأم ماجي سام باب مناهج دين الله ماجي ولي بكاء إدبسن أو كأسطران أيا ليدين ردين هذه اللي يدين رديو على حالك يقيل هذا كداية لأن عقلي ما هدتك وان قنيني أنا جانا بركي اللي قنيني وان عبادي عقلي ما صوما
soomaalida wax yiraahdaan hashu iyada geel cuni iyadana cabaadi dadkii baan cuni oo nabadgelin maayo waa khawaarij oo wahaabiyo laaya baa qabta anigana wadaadkayga marka la taabto xirkaasaan qaylo isku dhejinaya ya cuqaladu xataa kuma dhaqanto nin culimo sheegan iska dhaafay cuqaladu saas daraadeed bal caqli ku daro hadabad ku adkaysato inaad dadka maagayso adigana in lagu radin karayo bal ku talagalo qaylada iyo buuqa iska yaree markii waxoogaa lagu yaraqan dhuufto ama sheekhiyadaada iyo muxuu ahay xeertaada la yaraqan dhuufto taasi waa qodob midda labaadi waxa weeye ee iyadana caqligu keenayo ee idin leeyahay caqliyeeya idin leeyahay haddii lays radiyo xukuumaddan aada ku cararaysaan ee leedihiin sooqa qabta iyo xidha ya iyo ha lagu duulo iyadana iska daaya maxaa yeelay xukuumaddu iyo dowladdu iyo nidaamku xertaadana ma aha muriidiinna kuma aha dariiqana ma aha dad aad adugu amartana ma aha haddaad garan weydo xertaadii iyo dowladdii isaga kaa qasanto iyadana waa dhib iyadana waa nooc caqli xuma ah nidaamka iyo dowladdu dadku ka dhexeeyaa dadka hadduu kaala dhexeeyana wax dadka kaala dhexeeya gooni laysagama dhigo nidaamkani waa nidaam ummadda u wada dhexeeya wixii maslaxada guud ee ummadda ka dhexeeya aan dhib u geysanaynin nin walba wixiisuu wataa laakiin aniga ha layii adeego oo ajisyada amnigu ha ii adeegto oo sooqa qabta goortii la radiyo tilaabaha laga qaado oo sheekhaygiiba wax laga sheegay ha la dabagalo haddiiyadana caqli ma ah bal iyadana intaa caqligaana bal ku kordhiyo oo waxoogaa dowladda waa laydinla leeyahay dowladdanaad amraysaan eed rabtaan inaad maashaan iska daaya waqtigii hore waa la soo dhaafay waqtigii aad dowladaha u isticmaali jirteen aad dacwada ku baabi'isaan ood kula dagaalantaan wadaado waa la soo dhaafay waqtigii dowladdii milatariga ahayd ina guuleed uu dowladda dadka u isticmaalay dacwada u isticmaalay ee culimada ku laayay ee ku xidhxidhay ee ku qixiyey waa la soo dhaafay dadku waxbay fahmeen iska dhaaf nin wax bartay oo kitaab akhristay iskaba dhaafe ninka culuumta maadigaa bartay oo jaamacada ka baxay oo reer magaalka oo adduunka soo maray maanta lagama dhaadhicin karayo warka ah wadaad dhintay baa wax kuu tariya wax ka raadso marka dadku waxbay fahasiyen wacyigii waa kordhay xilligii wadaad suufiya uu dowladda isticmaali jiray oo dadka ku caburin jiray oo ku buuran jiray lama joogo buurashadii dhammaatay haddaad marka cahdigaa moodayso waa la soo dhaafay xilli dowladda dad ku garaacda lama joogo waxaana dadku ka dhexeeya intaana bal caqliga ku daraan dhihi lahaa wadaadada iyaduna waa caqli ah qodobka saddexaadan dhihi lahaa ku dara waxay tahay oo isaguna meesha ku jiraay caasimadda oo magaalada muqdisho ah iyadana waa caasimaddii waddanka waxaa wadaadka aada ugu badan hadalkiisa magaaladeennadii muqdisho caasimadanadii ayaa muxuu ahay wahaabiyo ka shaqaynaysa kutubadoodii baa lagu hayaa khawaarij baa masaajid ku leh ee magaalada muqdisho war muqdisho yaa iska leh muqdishadu waa caasimadii waddanka ummaddii oo dhan bay ka dhexaysaa sumada garan maadaama ummaddii oo dhan ay ka dhexayso mujtamacaadkeedii iyo mukawinaadkeedii oo dhan baa isugu imaanaya afkaarta bulshadu ku kala duwan tahay oo dhan baa taalla hadday mid diin tahay hadday mid siyaaso tahay noocay dooni ha ahaato marka inaad sheegato magaalada inaad gooni u leedahay oo dadka ka sheento oo aad soo isaagto unukaale unukaale war unukaale ba soconayso yaa adeer oo caqli ku dar magaaladan milkiye khaasa kuuma aha dadkana kama sheemi kartid haddaad aniga iyo kuwa aan magaalada ku dhalanin aad ka sheemi kartana kuwa magaalada kugula dhashay oo abtirka kula wadaaga oo magaalada ka soo jeeda oo kaa ra'yi duman oo kuwa wahaabiyada aad ku sheegaysaa oo kuwan aad salafiyiinta ah yaa maraakiis ku leh oo masaajid ku leh oo kaaga xoog badan oo magaalada degan oo dowladda ku jira
إن ترى هذا مجال الذي بحوه هي إنه كهله هو حنا لوجو أقلن لقمة شيءه أيضا نتام بالعقلي كده يو بحوه عقلي يكون ضربان ديلا فكرة ده فكرة ده سونا سي أهان تهذا وفكرة قال ده كسوتشي ده وحمد وضلا يده إن هدي لجاجر أي دوان هذا أدو أدس سيسو ودتك كحك ستاي ورقم كي قال ده الجوي قانوا بلو في رسالة القرآن الكريم كا مركا أنبياء يا رسوله أنت حق الله يمدان أي كهر يمدان قال ده ما حد يجرين أخرجوهم من قريتكم إيه إنهم أناس يتطهرون كسار الدجمدينا وأقوى إصداهرين إيه دجمدينا يا قرما دي جيالات علشان هذا بدي خلاف تي دجمد أنا إسكاله أدوكنا مليد وروان قوة الله لنا هو نسلاه أنا وبعدين قد وأنت هذا دي خلاف تي بكم مليد نشرح بكم مليد آياتك الواتية هي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولا يدلك أننا إنان لإذن كساري وصومانا إذن الله يدلك قرمات قوني ويالتين مركا عقل ما هي ورهي اللي هذي أقوانتو حتى كوكو يرتابلو حوغا عقلي كوكو دارو وحيالها قوقو ذني هذا الكن أدقراح يسئ لغو قسل هايو كده صدح ذا وقدر الهايو هنا الحكمة ذا يسوه دقال كاقود واسكت دقالا وعيتا ومحوق هاي هرقف واحد ربته لكن بل صدح ذا سوى عقلي وكينا هي قدر بانديلا قدرك كان الدولة هنا دول استاقا وحويا ذاتك كسوهر جيدا يوهابي يدا يخواريج تقول له ايان دولة واحد هنا دول استاقا خوارجتا يوهابية والله بدا مقاحي آدو استعمالان مانا يقانا خوارجتا إنو سخوارج أقولين يمنحج كودا يوحيهين حموجين يسير صوصوت خوارجتا أصول بيليه أصوش إليهين وحاكم إذا أوغو مهمسن مسلم كان قال لما كدعين oo wax diinta ka saara aan la iimaanin inay gaalaysiyaan oo diinta ka saaraan markay ka saaraana inayna ku daba tukanin waxna ka guursanin kiisana guursanin sida gaal oo kale u la dhaqmaan waa muslimka aan ku dhixin wax gaalnimo keena sida iyagu ay istaan inay dadka gaalaysiyaan muslimiinta ee nabad gashan talabaadi wax weey مسلم كأي جالسين إن يديجي سبناستان ويدلان كرهان وحي أن كوحدة كتير سنين نعيدون هذا تصدحان ده وحوي إن الرميسيه وحن أيجا أهين إن النار تكو أريانو تناين الدمينين كوحدة ده وحن أهين وصوش خوارج توتا ده كان وهابي ده ويا قانان أما محوقة هاي خوارج توي قانا وهذا كان مساجد إذن لا تشوفه وهذا كان إذن تشينا يعني وحوي إذن لا تكني وهذا كان غور عين نعوني وهذا كان أدو جورين إنسان محوقة هاي قبله هذا أدو جورس إنسان وهذا كان أن قال لما إذن هاي سنين شعب كإنه قال إن أنا هاي سنين خوارج أوي مر خوارج يا أفكار تودي مبادئ تودي نينك قبائي وأنك بلشدة بنانك أقرب حي قال لي ما كرميسن أنك جورسنين أن قبله سسينين وحي قلان أن عنين قال إنه النار تجلي أن رميسن كل حد يسكري ونسلان وضعه هاي سؤال بان إذا ويديه دتك وهابي دا إليه أما إليه المحوق هاي وخوارج ما دقن كود منو عزة دقن كود منو عزة dad kaasi waxa u horeeya anaga u horeeyna maalina ma na dhin dadkan u gaalo way hadaad gaalatiin oo idin haysanana mana ana idin ku daba tukaneen mana ana nala tukaneen banaankan kala marila sooma marka khawarij ma yaqaan laakin magacu maadaama uu magac laga dido yaa magac laga dido maadaama uu yahay cidii kaas horjeeyto ba kor ka saar
بحق أو بباطل. وخوارج لقبتاي وكني باشيي لأن وحوي عامدة أُجِل عسل عامدة أُجِل عسل ومرك الشيء وخارجي خلاص مرك أرن كاسي أرن حقيقة معها ضد كان وكتورة هي واستعمال يعني سجى وددي سنة خوارج معها وضد مسلمين لكن وأتجي دونا وحيالها ضد كاني لوجل وخوارج قضايا وين أو كفرة أو قال مدي سعيد والبقرانيس أو مجتمع قار كم إذا أي كتيران أي واحد اللي يدور وقال نمو وردين تلاقي بحياة وحيالها سيستطيع البناء وإذا كسين دون إن شاء الله تعالى سيأذو فهنتان محادد كان يواب مسلمين وإن لدت كان يوم إسلت كان ينايو محل لولي وقالوا ما شيء كرد على تي بندون إذا إن أنت المام تصلي الله وتصلي الله وإذا كسين دون إن شاء الله تعالى وحكله تو كم بقى خوارج تو مركل إذا هذا يا خوارج كونا وليس كوا فصيني خوارج هنا وكو صحابة ولد قالمين كواسي خوارج نمدود والنص حديث النبي كعد تلمامه هذه برسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كوحدة كسو هري كدن بيوردن خوارج لغو تلمامه بمعنى وحويان واجتهادي واي لأنه تنزيل النص على المحل واي نص كان كسو أروري خوارج سيناد كوحدة سارتو أما شخصي كان سارتاي أذا كو اجتهادي وقفي كرتا وان صحنان كرتا وحي مركه كدن بيت خوارجتي محكمه الذي جيره صحابه لا دغالمين النصوص تو كعديد وحي كدن بيه اولن اشخاص تي الضوائف تلحكميو وتنزيل وانا تحقيق المناط مساله اللي يداه وانا اجتهاديه واي وذاتك كو اجتهاديه اما صحم اما صحب نقول اجتهادك اما خلط بو نقوله مساله انا وان سيده لوو براروغه وا اما مساله الوهابيه ويدنا وركيدو عاد بدنيه يدو حان كقبان دونا بإن الله تبارك وتعالى موضوع مستقل محاضرة مستقلا كقبان دونا وهابي ييتاي يا وهابي يو أها ما هو حابي اللغو ماغي ما هو اللغو هايستا ما حيهين ما اللي بحيا مضاد عمباء ما أبي سوين با مضاد مسلماء ما حيهين محاضرة مضح بناما كقبان دونا إن شاء الله تعالى لكن سجود wax laga haysto ee kasoo gaaray wahaabiyadu waa dacaayado laan sheekh maxamed abdullahi (alayhi rahmatullah) markuu dacwada bilaabay oo khuraafaadkan bulshadu ku dhacday iyo diin xumada dhacday markuu sax isiri waxyeelo badan uu isiri umada ka sax ayaa cidii ugu horeysa oo ugu horeeyso tooxiidka oo diinta dadka aqiidada loo saxo iyo bidco la dagaalamo dadka sunnada lagu soo xuliyo dariiqii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa la dagaalamay ugu horeeyay قالذي استعمار كأيت دعاية بكفافيا مستشرقين تبا دعاية قادة وذا دادن سوفية دار رحلي لأن وحوي وحا أشيخ كهالله أمد كالصحي قل إيه كسقنا إيه هايستي إيه أمد لغا حرين هاي أيا مركاس الدقال كبلاوي ووذاتك شيخ كالكتي تارجت كالكتي مركا وانا عدين دونا بيد بيد مانو شيخ دونا محاضرة دا إيه دا وكو عدين الدونة إن شاء الله تعالى تأيضا مركا أن دبي سكرده وحا خوارج إيو وهابيو إيو محوقها يددك إيقاليسين إيان إيو دين تبي كاليسكليين إيو بلايين وقصو كروري إيه اللي إسكال قبتو قضب كاسي وحا كاني لبا الرموت باليسكو هيا إنا الفهنتان لولا قمار مار قضب كوباد وحوي ورحق إلهي ee adoomadiisa uu kulaha ee in kaliigi la caabudo ahay ibaadadiisana aan cid kale la wadaajinin xaqqa ilaahi kaliiga aan siinno wadada dinta aan ka deyno qabriyada aan ka deyno geedaha aan ka deyno xaqqan ilaahi baalehe quraanka iyo sunnaduna asal ahaan ba masaladaas ay ku wareegayaan xaqqi ilaahi laha alle aan u gooniyeelo soo qodob ma qodobka labaad ee isku haya waxay tahay نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنديسي هي طريق كتغي عباده هديته معامله هديته اخلاق هديته طريق النبي كان ها لوو غابسدو وحيالهن كليته اي للييمد اما ودا لييمد اما طريق لتيمد اما نكو اجتهادي
ee nabiga sunnadiisa iyo dariiqiisa ka hor iimaanaya aan meesha ka saarno aan ku gaabsano raacitaanka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadii la soo gaabiyo an na'budallaha wahdah wa alla na'budahu illa bima shara'a rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam ilaahay kaliya aan caabudno waxaan ku caabudayna uu noqdo wixii nabigu jireeyay quraanka iyo sunnada ku yimid inta aan ku gaabsanayo waxa la isku hayo la aqal wala aksar tafasiisheeda markaad gashato iyadaa dadka markale war inta aan ku gaabsanno waxyeelahan aan ka dayno khawaarij iyo wahaabiye maxaa loo yidhi maxaa magacyada loo saaray harweyn aan idin sheego quliyahan dariiqooyinka waxyaalaha waaweyn oo ruuxa muslimka ee aqoonta la iska bedaa ruuxa muslimka ee fidradii ilaahay ku abuuray ku sugan oo fidradiisii ilaahay ku abuuray aan la fasaadinin waxyaala uusan aqbali karaynin ayay dariiqooyinka suufiyadu diinta ku soo kordhiyeen asalna waxaa ka ah annagana waan soo marnay dabkaana waa ku soo gubanay wax badanna waa fahamsannahay asal waxaa ka ah dariiqooyinku waxay rumaysan yihiin kownkan maamulkiisa ilaahay inuu awliyada ku wareejiyey waana arki doonaa tusaalayaasheeda kownkan maamulkiisa waxaa u sarreeya nin weli ah oo la yidhaahdo alqawsul acdam qawsul acdam waa sheekh cabdulqaadir jilaani waana arki doonaa waxa uu wuxuu sameeyey kadib waxaa uga hooseeya kownka maamulkiisa niman afar oo la yidhaahdo alaqtaab alarbaca afarta qutbi baa la dhahaa afarta qutbi kownka maamulkiisa waxaa uga hooseeya afartan la yidhaahdo albudalaa alarbacuun afartanka budalada baa uga hooseeya kownkan marka maamulkiisa sidaasaa loo maamulaaye haddaad rabto inaad ilaahay xaggiisa wuxuun ka hesho waa in aad maamulkan ka hooseeya sii marto awood aada u fara badanna kownka waa ku leeyihi awliyada sidaa u tarsiibsana kownka maamulaysahay awood weyn bay ku leeyihi masaladaasi waa masalo nala baray oo aanu dabkeeda ku soo gubanay waxyaalo badan oo ruuxa muslimkii caamayga la yaaban yahayna halkaasay salka ku haysaa tusaalayaal baa idin siinaya maanta wixii la dhihi jiray waa la ysku been abuurtay waa la yska yidhi saan idiin sheegayba waxaa beeniyey wixii war ahaa oo dhan maanta social media dhex yaallaa sawd iyo suura isagoo ah soo ma sawd iyo suura isagoo ah dhowr xikaayaan doonayaa inaan idinla wadaago caawa oo waxa lagu maagay dadkan wahaabiyada laleeyahay ama khawaarijta laleeyahay waxa lagu maagay waa waxaan soo socda kow xikaayada koowaad youtubekay ku jirtaa waadna arki doontaan nin gaal ahaa ayaa markii lagu soo xaadir oo geeridu ku soo xaadirtay ayaa waxaa la yidhi ilaahay ma taqaanaa maqaanu rasuulka ma taqaanaa maya maxaad taqaanaa sheekh cabdulqaadir jilaani baan aqaanaa sheekh cabdulqaadir jilaani baa taqaanaa soo maa naarta u kaxeeyaa le waa la kaxeeyey naartii markii la geeyey oo naarta la geliyey ayaa sheekh cabdulqaadir jilaani oo gurmadaa yimid kadibna wuxuu yidhi haddaad ninkaasi naarta iga geysaan naarta dhan haraati baan ku dhufanaya maxaa dhacay marka markaasaa waxaa la yidhi war intuu naarta inaga haraatin lahaa gaalkiisa jannada u geeya warkaasi youtube-ku ku jiraa nin baa ku hadlaaya suufi ah walacallakum inaad dhegaysateen soo maa meesha maxaa ka muuqda sheekh cabdulqaadir jilaani baa ilaahay intuu ka baqay ayaa gaalkiisa loo sii daayay oo la yidhi naarta yuusan inaga haraatiyin sawirku sidaa maa kaafir kastoo adduunka soo maray gaal kastoo adduunka soo maray muctaqad kastoo gaalnimo ah oo heerkaa gaadhsiisa inaad aragtaan waa yaryahay ma fahamteen caamayga muslimka waxba akhrisanayo fidrada ku nool sheekh cabdulqaadir jilaani baa inta laga baqay baa gaalkiisii naarta laga soo saaray oo janno loo geeyey ma aqbali karo
أنك هذان أقبلي وين مرك مخوارج بنا يا مخوارج بنا كل يوم بخوارج نقول إن مرك أنا سلام نقول سوما ميت كلا وقولي هاي بس أنا يوتيوب كوكشرا وهذا جيزا نونتان أما وراد ما قشام سوشيال ميديا كوكشرا وقولي هاي وحاجيري شرتي وأهان شرتي شعب قال جيلان إنك شجع ما جيس يسوون ويسقبين مركز ودي منشري شيخ ما جيس هذا الشيخ تعذو ويسقبين مركز هذا من كدي بدت كي بحرق مدي شيخ ما جيس ويسقب الآن ولا شيخ هيا لوك بابا كدي من الشيخ يبلو دعوه ورشيع عبد قال بدت كي الرق مدي ما جع عاجان لوك الرق مدي لوك توصل هيا ويسال الآن شيخ إلهي ببري كدي ابن أرنتي ومضى ولا قد القاضي ولو في رسالة إلهي بأن يكون داري إلهي مجدي سيذكره سوى الحس كراء أذن ويسق من بإجماع العلماء أذن ويسق من إلهي وحس كرتا مجدي سنوى الشيخ كرتا بإجماع العلماء خلافكم مجروا داري قد إلى وحي تري شعب قال جيلاني مجدي سوي سلان هدي لشيخ والوغ دي منشري هل يصدق هذا عقل سليم يا عقل في يوميا وحر منكر طيب كدر ودي بالوقت ميت كلا وحليه شيخ ويس بك الله يسقونه شيخ ويس يا علماء فربضان معجزة إلى هانش رنبول ومعجزة دي النبي عيسى وكلا ولازم كان قصة وحيل الشيخ ويس يحرتي سأرددي سأمريدين تيس أي قلا صومر تيبل سو أرددي سلا صعد شيخ يوالا فريسي نو فريسال يوالا مرتقى ذي سقي أرددي واي فريستان رتب الله قال نف جيلة نف كي مركي هرج لجسيب أي واحد راعي خلط رتب الله قالي mid ka ilaahayeen ma aha nin kale mid u lahaabay ku khaldeen markaas sheekhi waxa la sheekow ratibaan idin qallay markaan idin qallayna ratigi nin kale yeeshay kaanag iyo kiisi waa isu ekaaday ninki ratiga lahaana meeshan uu noo taagay ratigi si buu rabaa wuxuu leeyahay hadaa laba tan rati oo kale isiisan idin ka yeeli maay kaygi uu siiyay والشيخ محمد فلا شيخ ويسو بل حاجة كتن رتيجي لقل هرجي لجسيب إلا جوجويوم بالله من هلي بكيسي نكي لها أنا ميشو تاجي هاي وحكى لنا مرة بو بل شيخ وطالي بالي وعول الشيخ ويس أو رتيجي واكن لي واقلن هاي هرجي نو لجسيبي هلي بكي لا ترسل الله markaas wuxuu yiri haraga saar ratiga ku celiya haragii baa la saaray markaas wuxuu yiri qum bi idni ratiga no idan kayga ku kacbu la bi idni llahi idan kay ilaahay ma aniga sheekh uweysa idan kayga ku noolo oo soo kac ratigi waa soo booday oo bagaab isagoo nool orday نكي بارتيكي سيلي ورسيكا قادة لي اوكي نبي عيسى عليه السلام معجزات كيسي وحا كمي دها ذات كارلين تيبو سو نولين شري لكن محوكو نولين شري يا بإذن الله شيخ ويسنا محوكو نولين يوحي لين تيب بإذنه لا بإذن الله سو كفر ما يا أود إله نبال لشكت أود إلى هني ما بلا شك أيضا أنا سوشيال ميديا كه ليس حكاية ذا أفراد شيخ عبد القادر جيلاني أي واحد أنت نين مريد كذاها هذا كورن وايد شيء يدوه قرنت ملك الموت بقى سواء كي إذا قادن الشيخ ورنا قليلين أيو مريد كيسي أقع عن رافي
كدبنا مريد كي بانفط لقى قاضي مريد كي مركي للاته جاي مريد كهو يدي أياش عبد القادر جيران وطبت مركز هذا الشيخ هو ويل كي هذه كنا مريد كقوها ولا لتجي أويا قات ملك البود بقات ماشي وش عبد القادر جيران كجرمدي ملك الموت أو نحن سيسوع هذا أو نفتي مريد كوت نفا في هالكرة وصاق عذينا الدمبيل وقشرت أو ميل سيمرة يوش عبد القادر جيران كده بتجي بعرض أربعة إسكا قوي إل ينك بقوي ملك الجيل واقع وريري كدي من الدمبيشي بكرنا عضي وحي النفكو تشيرت الدمبيشي أصور لك هلا يعضي كدي من مريد كنفتي سي صوفة كتا يوم مريد كي بيكو صور نقطة تشيركي بيكو صور نقطة مريد كي يصور ده أي شيخ هو يميد هو يدينا أتقي بلتانا قصوده واقصك عليه ملايكتي بوحاك حق بدن وبلايا كنعد شعب غاب جيلاني حكاية كلا أيدنا مشهورة وريباني دي كشكتها إيدا وحكاية دي يا يا سلمان يا سلمان سوى قرر ميزان سوى يدي كحليا أيضا سي الشيخ مشايخ ذو كم إذا وركع شيقي وأودتك الشيخ محمود هاي قبل قبل ده حكت ده قال مهي يدنا هرين وأوش هاي يوتيوب قنوات كوارك تاني يو سوشيال ميديا وحولية هنين أولياء ذا كم إذا أو صمد فول شري أو كر آدي شري أيا دقاقي بود marka markoo samada fuulayo wuxuu dhii jiray xanaan ya xanaan ya xanaan markaas uu dhaqaaqi jiray nin khaadim u haya muridkiisa ah oo arday u ahba wuxuu sheekhoo inaan ku raacan raba oo kula duulo sheekhi wuxuu ku yiri wani ma kari kartid maadan gaadin meeshaad iska joog ma sheekh inaan ku raacan raba illa wallaaba kama hadhay hay haday saasta markaan dhaqaaqoodi aragto أنو وحنا يا حنان يا حنان هذا واحد ترى هذا يا سلمان يا سلمان يا سلمان سلمان كوا مقع شيخ مقع يق قفصو أنو مركان يا حنان كدوله مقع يق أقول كدوله يا سلمان ده ولا دقاقي هذا السرّ مر كل مرة مريد كينا وقها يا سلمان يا سلمان وذات كينا ودوا دوله أيام مركا إبليس بويم مريد كوي ماره markaas wuxuu ku yiri warheede magac abaa iyo wad gaalowday magacan aad ku dhawaaqayso ee sheekha soo ma maqlaysid magac sheekhaagu wuxuu ku dhawaaqay ha umule ya xanaan magac ilaahay uu ku dhawaaqay adiga magac abaa iyo magacan wadaadka intaad haysato ma magac ilaahay qabsatay ya xanaan ma dhahay muridkii warka waxbu ka fahmay markaas uu bilaabay inuu dhaho يا حنان يا حنان يا سلمان كيف اسكتور يا حنان يا حنان يا حنان تو بلا بابي وصور دعي مركو صور دعي شيخا قبتي مركو قبتي ولا اسلسو دقي مركو لول كان اسلي شيخي بو يديحو الشيخو مركان يا سلمان يا سلمان الهوان سعود ودول هاي مركان إلهي مركان إلهي مركان قبصدو يا حنان عن الامحان وصور دعي wuxuu ku yiri waxaad u soo dhacday adigu aarif ma tihid aarifka ku duuli kara magaca ilaahay ilaahay maada aqooni waay aarifku waa martabo ay suufiyadu gaadhaan say iyagu sheegay maraatibtooda ka mid laakiin waxaa taqaanay buu yiri nin aarif aad magaciisa taqaanay oo aniga ah anigu aarif oo di taqaanad magacayga ku duuli kartay لكن مع إلهي حنان أن نعرفه كدولي كره ساس درادة مركو شيطان إبليس كله جويد حق أبوه ده وهذا صور عيب هل كاسي ما حكم مغضب مركا إبليس بعدت كتوحيد بريا يا شيخ إلى الشرك ببريا إبليس بأوي مدو مريد كي بريا ورياس سلمان إسكت دايو يا حنان قبصو مع إلهي قبصو إبليس ببريا
شيخينا محو بريا ورمقع إله هذا القبسط وضعي كشيخ قبسط يا وحق لي إله بأن يكون داري ورمين كرا وحاس ويوحل إسكم ماغي يا وحل مدوية لما يوحل عن نقل إسان وخوارج ووهابي وطلاء أيي دين تيي دريقوين كلوسو دعيي وحاسان ديني أنه وحاسان ديني أو آن الدين معها كفري قال لي دات كاد قال لي شي سين وحاسا كفريات روح كسو مسلم وفطره كن ولو حتى حبا ان برنينا وغرنا يا وحاسين كفريات وحا مرك لي وهابيه وخوارج وقالوا وكان رقبت لي تا يداوا ان انت فهمتان تصاليال بانو سو قاتاي وجيدد وهيد وحا اسويدين لمركا وداددن طريقوينكا قار بدن روحا جرى علماء وفعلا او تفسير كاخريا او حديث كاخريا او لقد اخريا او فقه كاخريا شركيات كان عامدي بلا يا بنتها ما انت نقضي حتى يوتيوبرك يوتيوب ليدو حتى اني كو قسلان او كما ديستان نقضي ما انت ما حي نمن كان يفهم الى ايهين اما ددك او دغ الى ايهين سؤال سويدين لما كتبتي احاديث اخرنيا تفسير كي اخرنيا فقه كي اخرنيا علماء كو جيرتا ما كو دعاي وحنا عامدي باب غرانيس اني زين دين هين سؤال زويدين لما سؤال شاو حيران كجواب سؤال شاس دور وجيبا لوغا جوابيو جوابته دو حوي روح بني ادم كحدو تربيه معينه كو كرو او عقلك لغا خيلو عقلك حدي لغا خيلو ما فكريس عقلك بني ادم كان انت بدن يا علمي سيدي سو ولا سودا علمي يا عقلك ما كلام ارمان هدي مركا عقلك لغا خيلو قول إذا وحن عقلك بين آدم كوا ككريا لما فهمي كرو بحر بحور بالها بحر أولياء واي يا هل كان الله مر مرمرنا مرمر قار كوندو إذا مجاز بالها ومجاز هي كنايو هي استعارة لي هذا وباب إذا فهمي كرنا عاموي يا هل كان مركا توكتو عقلك أجي وحرية وح عقلك بين آدم ككوي بوي باب كأولياء ذي هاي سكوكلين سؤال الله يسوي دين قلبي كان إلى شو هل كاسال حري مرك هذه سيدا لغو حلو وحيله بديه جي بنان كي يالي حتى دتك عادي يفهم بين مفهمي كرت لأن عقلي عادي جي وحلو في بلا ولا قاحر أي ولا قاحر قدم واي سيدا استرد هو مقصود كقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله الإمام الشافعي بسند صحيح وهكذا صغن يونس بن عبد العال أبا كورني وحليه الشافعي بأن مغلي أور رهية لو أن رجل تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق ننها دو قلن كهر السوفيوب بان انت باللوغ يده دو سوفي نما قاتو نن ظهر كإيمان ما يبور إلا إساقو أحمق مويه ظهر ما يشهل لغو قاعد وحمق لقراني جدد محايتا يعني عقلي كيبا لقحر يا بني هذا كي ينو فكرو لن باب اللود دي هذا كاوحا إسكاله شيخ عمر ما شيخ عمر باوح عيه هذه هنا هذا الكاسي هذه وقلن كهر السوفيو بو ظهر كؤسو قلن ما إله أحمق نقضو نعسة إمام الشافعي بايسكالي يا هذا عيته هنا إمام الشافعي بايسكالي أنا هو أنسو قريئون حقيقة يلا هذا الكاس الإمام البيهقي باسو ساري في مناقب في مناقب الشافعي بوكو شيخ بسناد صحيح وكذلك أبو محمد الضرابة كشيغي في دم الرياء في الأعمال وكذلك أبو النعيم كشيغي في الحلية ضرق بولي هاي إسناد صحيح أنا وكسو أرد عن الإمام الشافعي سكرا واللوغة ورياوح لي هاي لما لزم ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد عقله إليه أبدا أفرت بري هذا الروح الصوفية الله صعود عقلي كيسو صنقون ماي تاسا مركا كياني سوحن عامدو بكو قسليس إنو قرن وايا ننكي تفسير كأخرين يا حديث كأخرين هاي محوء هاي أقوانت لها وامت أرين كاسي وحالي لها عيل نين قليبا لغا ورصداي أني قوان كسو قبتي أني قا تدوبة تنشير أني قوة تدوبة تمسان أنشير داري قدوان سوامرين مر بدن وان شيغي عبره انو شيغي
قادريان أها زيلعيان وان كسيها مركا تفسير كحبان كافرست نحو ذا إلى خلاصة ابن مالك وانا خرست فقه إلى منهاج كقيبيه سهر وان قاري رياض الصالحين كوانا لو أخري تفسير كحبان بانا لو أخري هل كاسان مريا تضبيه تومسانا لوان شراء لكن معانا هاي سوفي معانا طريقة وحان حسوس هذا مركان دبو فيريان الله سيادة وهي أن رميسنا ووحنا دان كشيكين وحلا من يا طب نكون قبتي بقى كجودة وحنا ولا سوق قبتي وكل سوق قبني وحان حسوس هبين هبين نذا كم ذا ما يلا ذبل ويني ما يلا ولو لوك شلو ليرادان تكني هو أن طلبة علم كواه وحنا لقيت لا دعيي كون كان صان هذا بالشيء إيش عبد القادر الجيلاني باكت عليا وحان حسوس تامر كهبين بركي مركا لك على السيحضو انتان مقالة كبحو ونقول بوريلي ومقالة قول وافورو يعني هبين كي ولو حاليا إيش عبد القادر الجيلاني يوم إيش عبد القادر الجيلاني يوم إيش عبد القادر الجيلاني يوم يا محان دوري يا مركا وحن رميسر إيش عبد القادر الجيلاني إنو ميل والبتشوغو وحو البهيو عاورنا هذان قعمها تاكتا مراد كي إنان قاري عقل درادنا أيضاً مثال بان إذن سو قاضي أنه همين حضرينين همين بركي ما حضر كتر وقال إن دنبع أنه حضرينين أيها وذات دا إذن سو هنكو قياس التطبات سنو ميلها هاتشرا ودل شدي سرار وحسنة أيها أنه حضرينين أيها همين بركي حضرنا الله سو قالي أدن حضرنا ويقال حضرتي مركو نلا سو قالي حضرتي بو نوشا ميري شاوش بالي ده هذا يوانيك حضرته مركي لحس عطه انتو لح قالوا لح ذي استاغوا يقول بدين عود شيء سدا مركي أصوم مرقام يا رجع شاوش بالنا مركي ماشي بدين لح استاغوا يقول بدين عود شيء سدا يقول بدين عودين عود وذات كيسو وذي أو وذي أو وذي نولو وذي باشي أيو هل مر انتو كر هذه يقذات ككلها قم للعلس نوا للكو كسوقاي مركو دول كسوكو اي اي مركو خوليه ساسو يا لا قداد قداد مركاسو خوليه وري قبطه وان دولاي وري قبطه وري قبطه وان دولاي وري قبطه وله انغي ما نافع ورولادكو حد دولو جند هادي فرحه كا قاده ولادك قبطه لو اسليري قار حق هوري كغه فديستين قار قار دمباي كغه فديستين ولادكي با كعيلني انا انو دولو مركز وحو سوين يا ميشن دحي أيو انتو ساو بوبوتيو أيو حولي وري عليا وري عليا وري عليا بوليه ساسو حقا قدالنا وانك غفر اللغة حقا هرنا وانك غفر دحدو مركز سالي وري قبتا وابوذها وادولها إلهي بانكو قد داريه عقلي قوحو نسيين واي ورنينك شالي إساقو اللغين هاي إذي بالمانت مدولي كيرا فرها كقال marka yaani wax way dadkan xuquushoodi la xid umadana arkaysaani waa umad in loo taraxumo u baah waxaani marka waa wax yaalo noocaas ku soo gubanay waxa keenaya marka qodob qodobka weeyo bini aadamka aqaliga uu ku fikir laan laga xiro qodobka labaad taawiilaadka baatilka wax yaalan hadaan arkayniyo wax lamida dadkii waxa looga dhigaya wax yaala kala loogu fasiraya ha waa kinayaad baa la dhaha majaas baa la dhaha استعارة لها ما إذا فهمين وردين توحد وظاهر رباديه وفهم القرآن هذه الله فسره صوما ولي قال علم سواق رسالة كرم قال كن وفهم القرآن كن وظاهر معنيه شرعاتنا وظاهر وحلي إذا ذو أحباق القرصون وذا كريا يقان كناية لها مجهز لها شركة كله أنت ماشى هذا قبات كشركة وها قبات كشركة وها الكهوان معناها ما فهم إنساني ما قرر إنساني مجاز بالنهاية وقبات شركة كقبضوا أيضا دبات كلوا دبات الصدحات وحوي صوت الصدحات وتقليدك ولاد هرام مري إسك دبقل ولاد كويدي أو دبقل أو وركن كلا شان ليه ملا تأفرانا وحوي إن بدنا كم إذا روح مركو جه كوهيستو أما مرع كوهيستو أما دقالة كوهيستو حق سكستو وارك لقمكرو لقمكرو
rag fara badan baa kursigooda iyo jaahooda iyo dhaqaalaha meesha ku qabaan xaq ay arkayaan u qaadan waayo sidaana gaalnimo iyo rido ugu dhintay qaar badan marka waxa waxan wa fahansan yihiin laakiin waxa u diidan bini aadamka lagama fujiyo markii uu meesha xogaa malaa iyo madaxa iyo xogaa ku haysto lagama fujiyo qaar way la kulli ma xeelahaas waa asbaabta marka keenaysa waa gabagabaynaya laba arrimood baan kaga bixi midda koobaad waxay tahay warkan ay mar walba soo xidhaliyaan wadaadadu oo ku saabsan sheekh umar uu nabigaad u gaftay ay dhahdaan in badanna waa ka jawaabay haddana waa ku celinaya nabiga sallallahu calayhi wasalam ruux muslim ah inuu u gafo ama caayo ama aflagaadeeyo uma qasti karo hadduu u qastana uu gaaloobi diintuu ka bixi wixii nebi maxamed saxaabadiisu ku sifeeyeenna cay maaha aflagaadana maaha wixii nebi maxamed laftiisu uu ambiyadii ka horreeyay ku sifeeyeyna cayna maaha aflagaadana maaha axaadiista aada sheegaysaaneen ka hadlay ee masalada ku saabsanna intaasay ka kooban tahay saxaabadoo nebigiisaas nebi maxamed sifaynaya iyo nebi maxamed oo ambiyadii ka horreeya ku sifaynaya yaa oo ku sheegaya inuu ilaahay qaar ka mida ku ibtileeyey inay injir laysay nebi maxamed ma ambiyadii ka horreeyu cayay xadiisku waa xadiis sugan waay saxaabadii nebigaa warinaya nebi maxamed ma caayaan saxaabadiisu nebi maxamed baa ambiyada ku sheegaya ambiyada nebi maxamed muusan caayin salawaatu rabbi wasalaamu calayh suurtagalna maaha axaadiistaasi culimmadii muslimiinta sharxay say u sharxeenna waan soo guuriyey iyadoo tafaasiisheedii leh muddo sannadaha ka soo wareegtay markaan muxaadarada ka jeediyey dhowr goorna ka jeediyey oon ku idhi dadka masalada inkirsan ama suufiya ha noqoto ama qeyrkooda ha noqotee baxdi rasmi intaad masalada ka samaysaan waa idin sugayaaye si cilmiya uga soo jawaaba ilaahay hadda jawaab cilmiya ma leh laakiin si daqdaqatu lcawaadib baa ladhahaa dadweynaha si loo kiciyo waa laleya tolaaye ma maqasheen waa ninkii nebiga xaay kanuu sameeyey war iska daa warkaasi qaab cilmiya usoo jawaab masalada xaadiisteed haddaad garanayso waatan aqwaasha ahlicilmiga waatan sixaaxay ku taallaa sunankay ku taallaa masaaniiday ku taallaa naqligeedii waa lagaamaba qarininba bannaankaa lagu soo dhigay maa si fiican uga jawaabtid aafadu marka waxay ka socotaa axaadiistii nebiga sal alay wasalam oo fahamkaaga iyo curfiga soomaalidii iyo mujtamaceenna aynu la aadnoon ku fasirno kadibna halkaa ay ka soo baxdo macno xunoo cay u muuqanaya laakiin curfigii nusuusta iyo saxaabada iyo salafka iyo culimmada marka lala aado axaadiistu cay ma tilmaamayaan aflagaadana ma tilmaamayaan nebigana xumayn kumaaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrinta marka in badan baan ka hadlay haddana mar labaad baan ku celinaya mar labaad baan ku celinaya waxaan leeyahay wakhti kalaad haysataane mas'aladaasi baxthigeeda intaad gashaan si cilmiya uga soo jawaaba markaasaan ka niqaashaynaa ama orintan iyo qayladan iyo wawoodani cilmi maaha waxaan kaga baxayaan ku gabagabaynaya sheekh cuhmaan xidig oo arrintani ka kacday intii aan ka soo guuriyey ee aan idhi waxyaalaha wiilku uu sheegay ama ninkii dhallinyarada ahaa sheekha uu sheegay kutubtiisa wax ka midaa laga heli karaa wadaadka iyo ninkan dhallinyarada ah daaciga ee sheekhan ayaan la eryanin waxa uu sheegay keen ha la dhaho kutubtii sheekhana wax ka midaa ka muuqda arrinkii isaga ahaa kama soo jawaabin waa noo dambaysaa burtaa iyada dib aan uga soo jawaabi doonaa taana jawaabteedaan sugi laakiin waxaan rabaa inaad ii sheego waxaa hadda isoo gaadhay maalinkaasi dhowr bayd oo shicir ay ahaydoon idiin sheegay hadda taqriiban lix toddoba kitaab oo kutubtii sheekha ay soo gaadhay daraasadeedaanan ku jiraa markeedaanan soo bandhigi doonaa sheekha kutubtiisa maxaa ku dhex jiraa haddaad sugaysaan intaana waad sugi kartaan haddaad soo hormartaanna ahlan wasahlan soo dhawaada xaqiiqa waxaysataa sheekha waa lagu fidnoobay sheekha waa lagu fidnoobay waana lagu fidnoobi doonaa waan qabaa in lagu fitnoobayna waxaa ku tusaya
يوتيوب كواحد كو أركيسان هذا أما السوشيال ميديا واحد كو أركيسان ميد ولا دلي أو شيخ أتباع دي زي كمل أوله شك النجاجة متشرو إن شيخ عثمان روح دي سو حدا إني كتشرت جنة الفردوس شك النجاجة متشرو ما لقوا في دماغي سلقوا في دماغي يا شنادا بحياة مسوفية بحس مسوفية طريقة بحية شنادا إلهي بحية صوما إلهينا عيدو دونو قيا وذات كاقو هدو أذيك كلقو ميه ماذا شنادا كله شنادا وحي أخذو على الله بحية روح الصلاحي سكوري وناق كوري كاقم موقضانا شنادا وقوم مرقاتك إكرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرقاتك إكرواي إلى النص يما دون الله شيخ هبل وأهل الجنة نبي صلى الله عليه وسلم وكقاب صلي ماشي نبي محمد كقاب صلي وذا السوفية كل يرنا يدردري حكي النبي كقاب صلي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري قصه عن أم العلاء قبل الليلة وهوين الرياح صار هذا ودمر كي النبي قبل هذا الله قال صلى الله عليه وسلم أي وحي تيري أم العلاء نبي صلى الله عليه وسلم وقت جيش مهاجرين تي مركي مقالة المدينة يمادين ولا قيف صدايا ولا قري تورتي سيدي لو مرتي قالين لها مهاجرين تي مقالة كوح السبع يميد بلا قري تورتي مهاجرين تي ولا قيف صدايا مركي النجا هذا أنو نايقويس كالنجا وحنوسو هقاقي بيترين كالي رادو عثمان بن مضعون هوها رقي سابقين تي مهاجرين تو كمدها نزاهيدا نووها guriyaha annagii baan dejinay bay tiri gurigaannu qayb ka dejinay isma waa xanuunsaday xanuunkiina waa ku geeriyooday radiyallahu ta'ala anhu warda markuu geeriyooday waa la dhaqay waa la kanfay markii la kanfay oo la diyaariyo la aasi rabo ayuu nabigu soo galay sallallahu alayhi wasallam markaas waxaan idhibay tiri hadan mulcala ay waxaan idhi رحمه الله رحمة الله عليك أبا السائب إلهي نحريستي زكرك أهات أبي سائبو فشهادتي عليك وحانك أغمر خاتك عيا لقد أكرمك الله إن إلهي كرامي سمرت وقرت يدوى صحابي مهاجري أو وناك لقو يقاني مركا إنت تري نبي كما مسلم صلى الله عليه وسلم وحولي وما يدريك أن الله قد أكرمه أم العلائي يا كوشي إن إلهي كرامي بلو في رسالة حقيتك كنتي إلهي با عثمان كرامي يا كوشي حقيتك كنتي مركزة وحي تري بأبي أنت يا رسول الله أباهي بان قرداف سنه هو هذا قال سنته فمن يكرمه الله يا كلو إلهي كرامين يا هدان إلهي عثمان كرامين يا كلو الله كرامين لها بيتي وانين قال يا زمارت مرخاتفور كان يا سمين إيسا وصحابي يدنا نبي صلى الله عليه وسلم وحيد أما هو إساقا فقد جاءه اليقين كيريد به التمدبور والله إني لأرجو الله لأرجو له الخير خير من أرشين يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم صوما والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي إساقا إسكداي أنا رسولك إلهي أها وحلا يقول سمعين دون قرن ما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إستجى إسكب الداعي سمعت فركاس النبي يقول فوالله لا أزكي أحد فركاس الجواد يوحي تري فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا ما أنت وحي كذب به عثمان إذا أنا هاي أمانين مايو تسكين مايو إلهي بكو كرامين رده مايو يا واروحه ويدويدي شيخ عثمان يو عثمان بن مضعون كيف فضي بضل يا ور عثمان بن مضعون وصحابي مهاجري هذا النبي وحي لي كرامين تأذوق ريسا قبريها وادخلدن تايا وح كرامي يا الله روح وإلق ميه شنو قال يا مالها هذا نكا قدرني وذاتك هدو شنو انكو قابسن الله وحما هاتين الفردوس الأعلى واي الفردوس الأعلى واتي يوسر ريس سمارت والو فتنو باي مركا وحان ديه لا مركا ودادنا وح مجابلين ايا ومحو اهاي ايضا وحاسو خلاده اللي مره يا وداد كشيخ اي قبر جيسي انا خاليس اي كا ايمان كرت ما انتنا اي بحال كان مره يسبا
إن لم جامليه أو لقرقريه أو شيخي كان اللي يدهدو مسألة داسي مسألة دين تجايفة كوأوا حقنا وحوي مركا يريدو هالكامري سوما دين الله شيخ شخص اللي واحد قد بمايو لا عايم مايو لا أفلق دين مايو لكن أمدن إن عود الله أنتي هل است الدين تهدو كجرتي عقيدة ده وإن اللي يدهدو ورارنتو هالكامتشرتو يا إنك شيخ بوها قالوا لي هاي الله نوغا نحرس بدن وحو جيستي با كهوريا يا هدو خير هانا إلهي بوليا لا هدو وحك لأهانا إلهي بوليا لا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم روح البوحي سولي لكن أمة عقيدة إن لقف الساديو وقلوقي حد قدكم إلى هير كاقاراي صح ما هو الرواجب وإن لا صح أي تهي سيداس درادت با علماء مسلمين تو كتبتو دا عقيدة دا وحي كو قرين أحد أن نصله هين إنه أهل الجنة يهي جنة الله ما قيري كرو اللهم عدي النص أقري يا سيدة العشر المبشرون بالجنة طبعاً كنين النبي قلت جنة ده أقام رقاتك عاي يعني أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة طبعاً كنين النبي قلت جنة ده أقام رقاتك عاي وأقام رقاتك عاي يا عكاشة بن حصن جنة النبي أقام رقاتك عاينا فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء أهل الجنة خديجة إدي قوني جنة الله أقول شيئا سيدا سانو شيئا مسلمين تأنت هذا كله وعن لنا خير بان الرجين إنا ما قرأت كدن بيله مسلم كأنا عذابان أقبقينا عذاب قل يا ديمين صوما ما دام إيمان أقول أنت عذابان أقبقينا كان خير كبدنا جنة الرجين إنا لكن جنة قل يا ماذا بحية جنة نكي النبي صلى الله عليه وسلم بأوحيه إلهي بان كورت ولا إنسان إلهي أدم يدافعين الهبل الله وحكوه من ذا الذي يتألى علي يا وإنك أنيك يعني هورحيك قلي يا هبل لو أدم يدافعين نار لبقين لار بالقين يتشنى لقين هورحيك بات قشي واي مركز الرب وحكوه سبارك وتعالى السجن وان أدم يدافع هذه كان نار بانكو قي وفي رسدة محوك قلي هول إلهي بو قلي تشنى هبل قلي يتشنى نار بو قلي وهول إلهي هؤلاء إله مركز سكفر قشرته هذه كم مالي دون وحاوي وحميش يال سيداس درادت وحيابها نوع عصو كلا ووح نقا قيل السينية ولماذا نقا قيل السينية ومدني دين تيدها إلى شطو وحي إله اللولة تقا عقيدة دا أقو مهم سن هذه عقيدة دو كافة سادو صلاة كو أنفح مايس صونة كو أنفح مايو حجنة كو أنفح مايو أخلاق وناسا كو أنفح مايس نار باد قلي ولبوات كواري هذه عقيدة ذو كافساد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أنبياء مركوا إله كسو الشيكي دور يطبن النبي ألا محيول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دعوذني ما لها أمد كسو بدبادي سي وكسو صارتي بكم يتحي لكن قاربا ولي ماشي جوغا ايغنا وانا ود دالينا وانا مخو اهي واخ غارسينينا وانا اوتورينا وانا ادعينينا الله انه ايغنا واخ فانسيو وكسو ساره وحيالها نوخاسو كلا واسا ان دادال لوغو بخيو امدنا وحيالها نوخاسو كلا اني كفويو باتو لوغو دادالو ددكه كو دلايو هاوشا هينا وا خوارج اي وا وهابيه اي وا تكفير اي وركن لا دلدلايو ان اسا اوفاند واخ لا اسكو هيو wa waxyaalahan idiin sheegay in idu soo bandhigay banaanka yaal ee shirkiyadka iska cadcad war waxani waa gaalima joojiya wax kale loo isku hayo ma jiro mujtamaacu waa gaalama aha muslimiintu waa gaalama aha yaani masajidoodu waa gaalama aha halalaaya ma aha dhigood waa banaayay ma aha wax la isku hayo wax xari gaalima way joojiya intaas aan kelimadii ku soo gabagabeynaya wixii sawaaba ilaahay baa waafajiyay asagana iska leh abaal wixii qaladana إلهي بان وقبر النغنية وانا الله صحي كرا وحي خلط الكاسي وحان كقبحيا وانكو كبقبيني وين عدتم وين عدتم عدنا بانكو كبقبيني هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.